خطوات عملاقة على طريق التنمية تخطوها دولة الكويت بوتيرة ثابتة نحو تشكيل واجهة حضارية لوطننا الحبيب من خلال مشروعات تنموية عملاقة وفقا لاستراتيجية متكاملة للوصول إلى التنمية الحقيقية. خطوات مدروسة ومتنوعة المجالات بين بنية تحتية وخدماتية واقتصادية وبيئية وعلمية. باتت الكويت على أعتاب دخول نادي الدول المستخدمة للطاقة المتجددة والنظيفة الصديقة للبيئة بحلول العام 2030 بعد اكتمال إنشاء مشروع مجمع الشقاية الذي من المتوقع أن ينتج 15% من إجمالي إنتاج الطاقة في البلاد. فهو ليس مجرد مشروع لإنتاج الطاقة من مصادر بديلة فحسب، بل هو مشروع دولة يتوقع منه بالإضافة إلى تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها، دفع عجلة التنمية وخلق فرص استثمارية لرأس المال المحلي والأجنبي. حضرة صاحب السمو يعني حفظ الله ورعاه يعني أعرب عن رغبتها لمعهد الكويت للأبحاث العلمية بالتوجه والعمل على البدء بعمل الأبحاث والدراسات في مجال الطاقة المتجددة والطاقة البديلة، فبدأ بتوفير يعني الميزانيات في يعني من عام 2007 لعمل عدة دراسات، فقام المعهد بعمل عدة دراسات بحيث نرى الجدوى الاقتصادية والفنية لهذه المشاريع، وقمنا بعدة مراحل إلى أن في خلال هذه الدراسات كان هناك فريق يعمل على تجهيز السيناريو لمحطة تحمل فكرة الطاقة تسخير الطاقة إنتاج وتسخير الطاقة المتجددة بدون الرجوع إلى الحاجة إلى استخدام طاقة أحفورية أو طاقة تقليدية. فبعد يعني عدة مراحل قام فريق من المشروع الذي عمل على السيناريو والفكرة بتقديم هذه الفكرة مقابلة حضرة صاحب السمو وتقديم الفكرة أمامه في عام 2009 أوائل 2010، وتم عمل مثل عرض مرئي لفكرة المشروع، ويعني حازت على استحسان حضرة صاحب السمو وأعطى الضوء الأخضر يعني بتسخير كل إمكانيات الدولة والمصادر لي يعني الحرص على بداية هذا المشروع بداية ناجحة، وعلى أن يكون هذا المشروع يعني ناجح في مرحلة مراحله الثلاثة وبعد الانتهاء منه. ب 2007 وبعد توجيهات صاحب السمو بلشنا في إعادة تأسيس البرنامج. الحمد لله يعني أسسنا مختبر الوطن لاختبار الألواح الشمسية، عملنا دراسة مهمة وهي رؤية الكويت للطاقة ب 2030، واللي كانت يعني نقدر نقول الدافع الأساسي لدراسة الجدوى لهذا الموقع، ومن ثم خلصنا دراسة الجدوى لمجمع الشقاية.
بعدها عملنا الخطة الهيكلة العامة لمجمع الشقاية. إنتاج 5848 ميجاوات سنوياً من الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة مخطط تسعى الكويت ممثلة بوزارة الكهرباء والماء ومعهد الأبحاث العلمية إلى تنفيذه في أقرب وقت ممكن ضمن مشاريعها المستقبلية من خلال مثل هذا النوع من المشاريع. إحنا الكويت دولة ثرية نفطياً وتميزها الحمد لله الوفرة النفطية، فمن يعني المنطقي أن يتجه يعني المخطط في هالدولة إلى التركيز على دعم الاقتصاد من مصدر الثروة اللي هو النفط. ولكن بعد أن يعني بدأت الأمم المتحدة تضع القيود على الدول وتحاول أن تقلل من الأضرار البيئية من حرق الوقود الأحفوري ويعني ارتفاع الغازات الدفيئة اللي هي غازات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى العديد من الغازات والتي تؤدي إلى الاحتباس الحراري والتي تؤدي إلى ظهور يعني ظروف مناخية لم تكن موجودة في السابق، بدأت تضع قيود وعقوبات على الدول. فكانت يعني دولة الكويت من الدول السباقة إلى أن تخطو في مجال الطاقة البديلة والطاقة المتجددة لكي يعني نعمل على المساعدة من تقليل الأضرار البيئية التي يحدثها يعني حرق الوقود الأحفوري. فأن يكون إنتاج 15% من الطلب على الكهرباء في دولة الكويت من مصادر طاقة صديقة، معناتها الكويت يعني قطعت شوط ومسار كبير في مجال يعني التنمية المستدامة على مستوى الدولة وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الاقتصاد وعلى مستوى العالم عموما. نجد أن جميع دول العالم عشان تكون فيها تنمية، عشان تكون فيها تطور مستمر، تحتاج إلى عنصر مهم اللي هو عنصر الماء والطاقة. الطاقة طبعا في دولة مثل دولة الكويت مهمة جدا في حتى في مسألة تحلية المياه. فتخيل يكون عندنا مصدر لا ينضب من الطاقة مثل الطاقة الشمسية، تكون في استمرارية غير مرتبط بأسعار النفط، غير مرتبط بالأسعار العالمية. هذا يأمن لنا مصدر طاقة ثابت التكلفة لمدة 25-30 سنة إلى الأمام. هذا عنصر مهم في أي اقتصاد دولة يتوجه إلى أنظمة الطاقة المستدامة. من العناصر المهمة أيضا في ضمان الاستدامة، أيضا لما أنا أمن للطاقة طبعا هذا بطريقة غير مباشرة قاعد أمن أيضا موضوع توفير الماء المهم في 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 حياتنا، سواء للشرب، للزراعة، لكل الأمور هذه الاستهلاكية في يومنا، استهلاك اليوم المواطن العادي. فهذا أكيد بلا شك سيدعم الاستدامة في الدولة، وطبعا هذا راح يجر طبعا امور التجاره، وتكون دوله الكويت من اهدافها انها تكون مركز مالي. فتامين طاقه رخيصه ومستدامه ايضا سيدعم هذا الهدف. هذا مشروع كنوات لي يعني التشديد والتاكيد على تمكن دوله الكويت من تحقيق الرؤيه التي طرحها في مثل ما ذكرنا في مؤتمر الامم المتحده لتغير المناخ في الدوحه قطر في عام 2012، عندما القى كلمته وذكر يعني وبكل شجاعه. نذكر ان عاده الدول يعني تتردد في يعني ذكر ارقام محدده، ولكن ذكر ان دوله الكويت باذن الله سيتم انتاج 15% من الطلب على الكهرباء في عام 2030 من مصادر طاقة متجددة، مما سينعكس على يعني دول العالم من ناحية تنمية مستدامة وعلى البيئة من ناحية الحفاظ على البيئة. ومع إتمامه سيوفر مشروع مجمع الشقاية 12,532,991 برميل وقود سنويا، إضافة إلى توفير 10,558 فرصة عمل أثناء الإنشاء و1,194 فرصة وظيفة استثنائية أثناء التشغيل. كما سيساهم المشروع في منع انبعاث 5,088,900 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون الضار للبيئة. نجد موضوع توفير فرص العمل أثناء إنجاز المشروع من 2000 وبدأنا 2013 إلى 2025، في مرحلة الإنجاز راح توفر تقريبا 10,000 فرصة عمل.
أما بالنسبة لما بعد عمل المشروع وفي عملية التشغيل والصيانة راح نوفر ما يعادل 2000 فرصة عمل. وتعد منطقة شقاية في شمال غرب الكويت موقعا تتجمع فيه مياه الأمطار الموسمية لتبقى فيه فترات زمنية طويلة بين الشقوق الأرضية التي اشتق منها اسم الشقاية. ومن هذا المنطلق تم وضع رؤية رائدة لبناء مشروع مجمع الشقاية للطاقات المتجددة. موقع مجمع الشقاية هو 100 متر غرب مدينة الكويت. المساحة الحالية للموقع أو المرحلة الأولى والثانية 50 كيلومتر مربع. بنهاية المشروع راح تكون 100 كيلومتر مربع إن شاء الله. وعلى طريق التنمية يلوح من بعيد مشروع عالمي على أرض الكويت، إنه جسر الشيخ جابر الأحمد. جسر الشيخ جابر واحد من الإنجازات التنموية التي تشهدها دولة الكويت في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، والتي تشكل في مجملها سعيا دؤوبا نحو تقدم الكويت وازدهارها. جسر الشيخ جابر يربط مدينة الكويت بمدينة الصبية الجديدة، ويهدف إلى اختصار المسافة بين مدينتي الكويت والصبية الجديدة وربط جنوب البلاد بشمالها لاستيعاب الكثافة المرورية المتزايدة والمتوقعة خلال العقود الثلاثة المقبلة. الجسر من مسارين بحريين، هما مسار وصلة الصبية ومسار وصلة الدوحة. المسار الأول يهدف إلى اختصار المسافة بين مدينة الكويت ومدينة الصبية الجديدة أو مدينة الحرير، التي تعتبر من أضخم المشاريع المزمع بدؤها في المرحلة المقبلة، وذلك عبر جسر بحري يربط بينهما يبلغ طوله 36 كيلومتر تقريبا، بدلا من استخدام طريق بطول 104 كيلومترات، مما يسهل معه إنعاش المدينة الجديدة واستقطاب المستثمرين والسكان للعيش والعمل بها. يبدأ المشروع في تقاطع مع طريق جمال عبد الناصر في طريق الغزالي، ويمتد إلى مدينة الصبية بطول إجمالي 36 كيلومتر. الهدف من إنشاء المشروع هو اختصار المسافة والزمن اللي يقطعها السائق من منطقة شويخ إلى مدينة الصبية من ساعة ونص إلى أقل من 25 دقيقة، يعني يختصر المسافة من 104 كيلو تقريبا إلى 36 كيلو، طبعا هو إجمالي طول المشروع. طبعا اختصار المسافة اختصار الزمن راح يعمل حلقة وصل بين هو منطقة الشويخ أو مدينة الكويت ومدينة الصبية، مما يشجع على اللي هو أحياء مدينة الصبية، وبالتالي التسهيل لإنشاء هو مدينة الحرير اللي هو مزمع إنشائها في اللي هو مدينة الصبية، واللي مفترض أن تستوعب 500,000 نسمة. أما المسار الثاني ونقصد به جسر وصلة الدوحة، فيهدف إلى حل مشكلة الاختناقات المرورية في منطقة الشويخ، خاصة على طريق الغزال السريع الناتج من حركة مرور الشاحنات الكبيرة الداخلة والخارجة لميناء الشويخ، والعمل على تسهيل تنقل الشاحنات من ميناء الشويخ باتجاه الغرب والشرق والجنوب، وتحويلها إلى طريق الدوحة عبر جسر وصلة الدوحة الذي لا يتجاوز طوله
13 كيلومتر تقريبا. الطرق الموجوده راح ترفع يعني سعه استيعاب الطرق، لانها كانت هي فقط حارتين، اتجهت لها صارت الى في بعض الطرق راح يصير لها 5 إلى 6 حارات حسب الارضيه وعلويه. طبعا الزياده راح تكون اكبر من اللي كانت موجوده، زائد المناطق اللي راح تخدم فيها. المنطقه الصحيه هو صباح، عندك جامعة الكويت، عندك منطقة الحرة، زائد ميناء الشويخ. المناطق هذه مرتبطة طبعا امتداد من جمال عبد الناصر باتجاه الصبية، زائد انه هو نفس التقاطع هذا راح يكون متفرع منه الى الدوحة، الطريق اللي هو وسط الدوحة، ومدينة الحرير المستقبلية اللي هي موجودة في الصبية. الطرق الأرضية هي هذه فقط الخدمية، مثل ما انتم عارفين في منطقة الحرة في إدارات الهيئة البلدية، الجمارك، القطاعات الحكومية الموجودة تشرف على قطاع الميناء والجمارك، راح يسهل عليهم كثير، لأن زمان كان الشاحنات خروجها وحركتها، زائد حركة السيارات اللي متجهة من جامعة الكويت أو منطقة الصحية، الحين تم فرزها تقريبا إلى مستويين، فما راح يكون إن شاء الله الزحام الحالي اللي يصير، راح يكون فرق شاسع طبعا بعد ما المشروع يمشي. جسر عملاق فريد من نوعه على مستوى العالم، كل اتجاه على مدى مسار الجسر يحتوي على 3 حارات مرورية وحارة طوارئ، والسرعة التصميمية للجسر 120 كيلومتر بالساعة، ما يساهم في رفع مستوى السيولة المرورية. يتكون الجسر من 3 حارات للسيارات في الاتجاهين مع حارة طوارئ لكل اتجاه، كما يشتمل على إنشاء 10 جسور، 3 منها جسور علوية مرتفعة بطول 1.3 كيلو، و7 على مستوى الأرض، وتمر من تحتها طرق منخفضة متعددة الحارات، إضافة إلى 4 جسور مشاة و3 جسور خدمات لتمرير خطوط الخدمات من خلالها. مثل ما تشوفون الجسر عبارة عن 3 حارات في كل اتجاه بالإضافة إلى حارة الأمان. احنا هني واقفين في موقع اللي هو الجسر الصبية، أو اللي هو الجسر اللي يوصل من الجزيرة الشمالية إلى منطقة الصبية. طبعا أهم مكونات المشروع عندنا اللي هو في تقاطع شويخ عند الغزالي، راح يفتح عندنا مع ميناء الشويخ والمنطقة الحرة، بالإضافة إلى مركز الزوار اللي راح يعتبر معلم من معالم الجسر. هالمبنى مخصص للسواح واللي هم الناس اللي راح يزورون يتعرفون على المشروع، مركز ترفيهي، مركز تعليمي، ارتفاعه 45 متر مع واجهة زجاج 10 أمتار تطل على الجسر. بعدها عندنا اللي هو الجزيرتين، عندنا الجزيرة الجنوبية والجزيرة الشمالية، كلتا الجزيرتين جزيرتين اصطناعيتين تم إنشاؤهم من ضمن أعمال المشروع. مساحة كل جزيرة حوالي 300 ألف متر مربع،
الهدف من إنشاء الجزيرتين اللي هو وجود مباني خدمية تخص الإدارات أو الجهات المعنية في إدارة وتشغيل الجسر، مباني حكومية منها خفر السواحل، الإدارة العامة للإطفاء، المستوصف، في مبنى تحكم وإدارة الحركة المرورية نفسها يضم ويانا من وزارة الداخلية اللي هو إدارة هندسة المرور، بالإضافة إلى مساحات خضراء، وعندنا اللي هو مساحات مخصصة للاستثمار المستقبلي فيها يوتين في كل جزيرتين. بعد الجزيرتين في عندنا بالنص اللي هي فتح الملاحية، الفتح الملاحية مخصصة لعبور السفن بعرض 120 متر وارتفاع 23 متر من أعلى مد بحري. المشروع يشتمل على طريق علوية بطول 3 كيلومترات وجسر بحري بارتفاع منخفض بطول 27 كيلومتر عبر الجون، ويتضمن معبر الممر الملاحي بفتحة ملاحية بعرض 120 متر وارتفاع 23 متر من أعلى مد بحري مخصصة لمرور السفن إلى ميناء الدوحة. ولأن التنمية في الكويت لم تقتصر على مسار واحد فقط، بل اتخذت مسارات متعددة، حيث جاء مبنى إيداع المحجوزات التابع للإدارة العامة للتنفيذ ليمثل نموذجا متميزا للمشروعات الخدمية التي تحرص عليها دولة الكويت. مبنى إيداع المحجوزات التابع للإدارة العامة للتنفيذ، مبنى متكامل تم إنشاؤه وفق أحدث النظم العالمية المستخدمة في هذا المجال. طبعا هذا المشروع عبارة عن مشروع تابع لوزارة العدل، يتكون المشروع من 9 مباني. الـ9 مباني مقسمة كالآتي: مبنى الإدارة وهو عبارة عن خدمة مواطن، ومبنى الحراسة وحراسة المشروع، والمسجد وهو مسجد يعتبر عام بالنسبة لمنطقة عرضية صناعية، بخصوص أن احنا هذه القطعة ما فيها ولا مسجد في هذه المنطقة، فهذا المسجد راح يخدم هذه القطعة. وبعدها هي مبنى الكهرباء والمحطات، وبعدها مبنى المزادات. طبعا مبنى المزادات يتكون من أكثر من قسم: قسم أرشيف في الدور العلوي، وقسم الكافتيريا، وقسم صالة العرض، وقسم اللي هو الإداري للقضاة الموجودين. طبعا بعدها نوصل لمبنى المخزن، بعد مبنى المخزن مبنى الاستقبال، وبعدها اللي هو الهدف الرئيسي من هذا المشروع اللي هو المواقف الذكية. وفي عندنا الخزان اللي هو اللي تحت الأرض، راح نتطرق بعد شوي عنه، اللي هو بخصوص السيفتي اللي موجود في المشروع، نظام إدارة العامة للإطفاء اللي طالبتها، وعمق هذا الخزان والتفاصيل الموجودة فيه. المشروع يمثل واحدا من المشروعات المتكاملة، حيث يحتوي على عدد من المباني الإدارية والخدماتية التي تشكل في مجملها منظومة واحدة للعمل المتكامل. المشروع طال عمرك عبارة عن إيداع محجوزات، تكون من 8 مباني: مبنى إدارة، ومبنى طال عمرك اللي هو المخازن المنقولات والمحجوزات، ومبنى المزادات، ومبنى اللي هو السمارت كار باركينج. هذا بشكل عام، غير اللي هو مبنى الكهرباء. المبنى قايم على فكرة أن مواقف ذكية، بحيث أنه يتسع حق أكبر عدد ممكن من السيارات، بحيث لا تستخدمها لا بشر أو على قولتهم إيد بشرية، بحيث أنه يشيله ككتلة من غير تحريك، من غير تشغيل، ككتلة يشيله ويصفطه في الكود اللي عطى لي إياه، الرقم اللي موجود عليه. وإذا طلب القاضي بحيث المزادات يجي له عن طريق طلب الكود، يصير عليه بغرفة المزادات أو بصالة المزادات السوم وتتم العملية، بحيث أنها تكون بشكل عام أن المبنى ذكي، ما تضطر أنك أنت تروح تستقبل وتشغل وتجي. المبنى تقريبا قاعد له 720 يوم إشراف مباشر من الوزارة عن طريق كوادر كويتية. مبنى إيداع المحجوزات الجديد يشكل خطوة كبرى على طريق تحديث آلية العمل والخدمات التي تقدمها وزارة العدل ممثلة في الإدارة العامة للتنفيذ للمواطنين، والعمل على توفير الوقت والجهد.
عندنا مبنى السمارت باركينج اللي هو عبارة عن يعني مهامة إنه أو مكانه حجز السيارات اللي عليها مخالفة أو عليها قضايا، ويضم هلا تقريبا أكثر من 1000 سيارة ما بين صالون ما بين جيب زين، وهو تقريبا يعني يمكن الأول في دولة الكويت أو على الشرق الأوسط، حتى يعني أذكر في كوريا حسب ما نقل مهندس خالد مدير مشروع أن هذا أول أوردر في كوريا يعني تسوي الكويت أو خلينا نقول الشرق الأوسط. تجي السيارة محملة على سطحه تنزل هني، احنا قلنا ما نبي أي بشر يتعاملون مع السيارة، لأن إذا في بشر معناته ممكن في أخطاء، واحد يزلق السيارة، واحد يدعم، يصير موقف كذا، شو يصير بالسيارة؟ تفقد قيمتها. لا، احنا بنحافظ على قيمة السيارة. احنا السيارة مجرد ما توصل عندنا ما حد يلمسها لين تطلع. شلون؟ تدخل السيارة في الجهاز هذا اللي احنا قاعدين عليه الريبوت، تدخل فيه تاخذ لها كود، عندنا 1035 موقف، تروح على أي موقف يحددها الموظف ويحط بياناتها ويدخلها، ياخذها الريبوت يدخلها بالموقف مثلا اللي وراي على سبيل المثال، مثلا موقف 1000، تقعد السيارة ننطر ليوم المزاد. يوم المزاد يجي القاضي يطلب السيارة، تدخل على غرفة الغسيل تتغسل، بعدين تدخل على غرفة الشوروم، يجون الناس اللي راح يزايدون يشوفون السيارة، يفحصونها، يتأكدون منها عشان يعرف كم قيمتها الفعلية. يخلص الشوروم يطلبها القاضي لغرفة المسرح، من يصير على المسرح يقعدون على المسرح ويبتبدأ المزايدة على السيارة. رست على أي شخص معين، يجي القاضي يوقع له، يطلع من المبنى، يروح مبنى الإدارة، في مكتب للتأمينات احنا مسوينه، يأمن على السيارة، يدخل مركز خدمة المواطن، يحول السيارة ويدفع الفلوس زين ويطلع. بهالوقت هذا اللي هو قاعد يسوي إجراءة لخمس دقائق لست دقائق، ناخذ السيارة احنا نطلعها برا، طبعا مو احنا، الريبوت نتكلم، ياخذها، ياخذ اوردر ريبوت، يسحب السيارة من المسرح يطلعها في الخارج، اي عند الموظف يسلم دفتر السيارة يصوره، يتوكل على ياخذ سيارته ويطلع. اليوم مو مطلوب من المواطن انه يروح مكتب يدور مكتب خدمة تأمين وبعدين يرجع للوزارة الداخلية أو المكان المعني لخدمة المواطن مثلا يحول السيارة ويرجع وزحمة وكذا، لا، هو اليوم من يدخل لين يطلع يستلم سيارته معه ويمشي. هذه فكرة المشروع. مو بس سيارات، احنا نتكلم حتى على ممتلكات، على سمح الله معهد صحي مثلا زين، معهد صحي بمحافظة أي محافظة من المحافظات مثلا أعجزوا عليه، أو ممتلكات نفس الشيء، تدخل على الشوروم، بعد الشوروم يصير عليها تروح المسرح ويصير عليها مزايدات، وبعدين يوقع يروح يدفع الفلوس ويأخذ أغراضه يتوكل على الله. هذه فكرة المشروع بشكل عام. آلية العمل داخل مبنى إيداع المحجوزات تعتمد في المقام الأول على تحقيق مصلحة المواطن والحرص الكامل على عدم وقوع أي خسائر، لذلك يسير العمل بطريقة آلية تعتمد على الدقة. طبعا بالنسبة حق المشروع اللي هو ما أخذ نصيب الأسد في رؤية الواجهة هو الأدمنستريشن اللي هو يخص المواطنين، فبالتالي بما أنه يخص المواطنين هو راح يكون على واجهة المبنى، على واجهة الأرض، ما يصير أنا أخلي داخل وأدخل العالم كلها في العمق على اساس يقضون يعني اوراقهم ومشاهداتهم الرسميه وما الى ذلك. فبالتالي هي راح تكون في واجهه المشروع، وهي قطه المباني اللي بالخلف لانها هي تخص وزاره العدل ما تخص اي زوار. فالمبنى راح تشوف شكله يعني هو والمسجد كونه هو ملتصق فيه ويخدم باقي المشروع، هو راح تشوفه يعني شويه مميز بشكله و فتحات الاوبننج الويندو الخارجيه، فاذا تشوف واحده صاعده واحده نازله واحده صاعده واحده نازله عشان تغطي الاضاءه الديب لايتنج داخل المشروع، يعني في مكاتب وفي صاله استقبال وفوق مكاتب وارشفه وملفات والى ذلك.
تأمين الطاقة الكهربائية لجميع مناطق الكويت جاء من بين أولويات الخطط التنموية للدولة من خلال شبكة أبراج كهربائية لتأمين الاحتياجات ومواجهة أي حالات طارئة. على طريق الياح وتحديدا عند المحمية نتواجد الآن لمتابعة مشروع تزويد وتركيب أبراج هوائية لنقل الطاقة الكهربائية لمنطقة روتين. مسارات عديدة جاري العمل فيها من خلال مشروع تركيب الأبراج الهوائية لنقل الطاقة الكهربائية إلى منطقة روتين بين الصبية وروتين وسعد العبدالله. احنا عندنا مسار المشروع القائم فيه الآن هو عبارة عن 5 مسارات. بداية قبل لا يكون 5 مسارات كان اتجاه الخط نفسه اللي احنا الآن بصدد القيام به يطلع من محطة الصبية باور ستيشن إلى محطة الجهرة إكس. الخط هذا يتم قطعه زين في منطقة اللياح هنا يتم قطع الخط من بهذا المكان إلى اتجه إلى روتين إكس، ومن بعد الروتين إكس يرجع الكهرباء ترجع بالرجوع بشكل دائري من محطة الروتين إكس إلى الجهرة إكس. هذا الخط الأول. أما يجيك الخط الثاني أو الأيتم أو اللاين الثاني أيتم 2 يطلع من الروتين نفس الشيء، يطلع من محطة الصبية إلى محطة السعد العبد الله، لكن منطقة اللياح نفسها بعد كذلك يتم القطع من محطة اللياح، يتجه الخط الثاني إلى روضتين دبليو، ومن روضتين دبليو يتجه كذلك إلى سعد العبد الله، محطة سعد العبد الله اللي موجودة الآن في سعد العبد الله في بداية سعد العبد الله. أما الخط الثالث فيتم ربط محطة روضتين إكس وروضتين دبليو بمسار يعني متواصل، حتى يتم إذا كان في أي خلل في محطة روتين إكس أو محطة دبليو يكون هذا المسار هو النقل للنقل الكهرباء كمساعد للخطوط الهوائية. المشروع هذا يمكن قبل لا نشوفه جد ورانا وعلى أرض الواقع يمكن هو كان موجود على الورق، كان ضمن خطة الوزارة لتوليد الكهرباء وتغذية المناطق. فمن بداية طرح المشروع إلى بداية استلام العقد وتنفيذه
بلشنا في وزارة الكهرباء. المشروع يبتدي من تغذية من محطة توليد الكهرباء والماء في الصبية إلى محطة الروثتين دبليو، ينطلق من خلالها الخط الهوائي أو الأوفرهيد لاين إلى محطة الجهرة إكس، والخط الثاني أيضا هم يخرج من محطة الصبية للتوليد أيضا ينتهي إلى الروثتين دبليو إلى منطقة سعد عبد الله محطة سعد عبد الله، والخط الأخير الفاصل يكون بين محطتين دبليو روثتين دبليو وروثتين إكس. بين محطة الصبية والروثتين وسعد العبد الله يجري العمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد له. احنا المتعارف عليه في القسم إنشاء الخطوط الهوائية أو مشاريع الخطوط الهوائية في الكويت هو عبارة عن مشاريعنا، مشاريع تتكون من ما بين 24 شهر إلى 20 شهر. هذا المدة المتعارف عليها، في بعض تزود تنقص على حسب المشاريع، على حسب الوقت، على حسب الوقت والزمان في المكان نفسه. وإن شاء الله إن شاء الله هذا المشروع بالذات إن شاء الله راح يتم إنجازه بإذن الله وانتهاء منه على آخر السنة، سنة 2016 إن شاء الله يكون منتهي منه إن شاء الله، ونطلب من الله أن ننجزه بالتوفيق والسلام إن شاء الله. القدرات البشرية الوطنية عندما تتاح لها الفرصة تثبت وجودها من خلال إنجاز جميع الأعمال التي توكل إليها بقدرة كبيرة وبجودة عالية. اللي يقوم على تنفيذ المشروع هو عبارة عن ستاف كويتي كامل متكامل، عبارة عن 3 مهندسين و4 فنيين موجودين عندنا، وكل مهندس متخصص في شغلة معينة، في المهندسين الكهرباء وفي مهندسين المدني وفي مهندسين الميكانيكا، وكذلك نعم حتى الفنيين الموجودين متخصصين، طبعا كل واحد في له شغل معين في نفس المشروع. طبعا قيام المهندسين الكويتيين او الفنيين الكويتيين بهذا العمل، ومع بدء دخول الطاقة البديلة فعليا مرحلة التنفيذ في الكويت من بوابة وزارة الكهرباء والماء بالطاقة الشمسية، جاءت خطوة جديدة على المسار نفسه، ولكن في مشهد مختلف هذه المرة من خلال التعاونيات لتعميم استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء من خلال جمعية الزهراء التعاونية. هي ليست مجرد فكرة يتم تطبيقها أو رؤية يتم تنفيذها، إنما هي توجه نحو المستقبل يجب أن يبدأ الآن، وهو استخدام الطاقة الشمسية. طبعا هذه الفكرة كانت فكرة اللي يسمونها المواقف على الطاقة الشمسية. هذه الفكرة يعني من زمان، صار لها يمكن من 3 سنوات، وهذه فكرة جت من توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد على أن نستخدم الطاقة الشمسية. فكان دور مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، بالإضافة إلى الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، قعدنا معهم أكثر من اجتماع واتفقنا على عمل هذا المشروع. طبعا المشروع هو كان حوالي يمكن من 2، لكن الحمد لله كان له ردود يعني ممتاز لنا جمعية.
وها هي جمعية العدلية التعاونية جاءت كثاني جهة تطبق استخدام الطاقة الشمسية من خلال استغلال مواقف السيارات لتركيب وتشغيل نظام الأمثل للخلايا الكهروضوئية. فكرة الطاقة الشمسية يعني مشروع قديم وقاعد يتطور، وكتكنولوجيا انت عارف قاعد كل يوم عن يوم تطور، بس احنا حبينا هذا المشروع يكون عندنا بالعدلية بعد ما سمعنا مؤسسة التقدم العلمي ركبوا في منطقة الزهرة كمواقف لمظلات جمعية الزهرة، فهمنا فكرة الطاقة الشمسية شنو دورها، لقينا هذا يتحقق المعايير احنا نطمح لها. عقب ما احنا الحمد لله يعني اعتبر هذا انجاز، لما سجلنا العدلية مدينة صحية قبل 3 سنين سجلناها مدينة صحية عالمية في منظمة الصحة العالمية، قلنا يبقى هذا يحقق المعايير اللي احنا نطلبها اللي هي توفير الطاقة وحماية البيئة من التلوث. يعني احنا نعرف ان البراميل النفط اللي قاعد تعطينا يعني كهرباء احنا بهالحالة قاعد نخفف، حسب المعلومات اللي وصلتنا انها لا يقل عن 280 برميل سنويا احنا قاعد نخفف، فهذا يعني يعتبر اهم بعد تحقيق من الانجاز. فاحنا اهتمينا في هالمشروع، واعتقد صار لنا اكثر من يعني نتفاوض مع مؤسسة التقدم العلمي في مشروع انها توفرها داخل منطقة العدلية، فالحمد لله تم الاتفاق لا يقل إذا ماني غلطان يمكن 6 إلى 7 شهور يمكن الجماعة يشتغلون فيها، والله الحمد خلال يمكن الشهر القادم يا أو نهاية 9 أول 10 قد يكون يعني المشروع منتهي كامل. المشروع يعد أحد المشاريع النموذجية التي تبنتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ضمن مبادراتها للتعجيل في استخدامات الطاقة الشمسية والترويج للاستفادة منها في توليد الطاقة الكهربائية بدولة الكويت. طبعا لاحظنا من أول تطبيق مشروع الجمعيات التعاونية في تقبل، أول مرة كان في مثل يعني الجهات ما كانت متقبلة، بعدين بعد افتتاح جمعية الزهراء لاحظنا تقبل كبير من باقي الجمعيات التعاونية. طبعا كان يتم اختيار الجمعيات على حسب طبعا معايير مواصفات، لأن احنا الخلايا الشمسية لما نطبقها لازم نشوف من ناحية اتجاه الخلايا شلون، هل في ظل على المنطقة، هل في مثلا شيء يأثر على في مباني حوالين الجمعية ممكن تأثر على الطاقة المتجددة. المشروع النموذجي هذا هو فقط يشمل مواقف الجمعيات التعاونية، في مشروع نموذجي آخر هو يشمل أيضا تطبيق الطاقة المتجددة في 150 منزل. المشروع الحين في صدد، يعني طبعا الحين في بداية التركيب في بعض المنازل، طبعا في معايير أيضا متخصصة. الهدف من هالمشاريع هذه بإضافة إلى الاستعجال وتلبية رؤية صاحب السمو أمير البلاد بتوفير الطاقة المتجددة بنسبة 15% 2030، أيضا هي وضع معايير نشر الوعي بين الناس ووضع معايير وسياسات مستقبلية ومواصفات تساعد في نشر هذه التطبيقات في المستقبل. هكذا تتثبت أسس وقواعد التنمية الحقيقية التي ترنو إليها دولة الكويت، والتي بموجبها انطلق قطار التنمية دون توقف بمشيئة الله لتحقيق التقدم والازدهار، وسعيا إلى ترجمة رغبة سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري من خلال آليات ممنهجة تقوم على رؤية مستقبلية للدولة وفق أهداف استراتيجية للتنمية طويلة الأجل حتى عام 2035 بمشاركة الأطراف الفاعلة في المجتمع الكويتي.